بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت بالنسبة للجراف ثيري او معادلة الصور او الايمج بروسيسنج، استخدمنا التكنيك الجديد اللي هو النيتروسوفت. نفس الكلام هنستخدم النيتروسوفت تكنيكس في حاجة اسمها النيتروسوفت داتابيز، وهنعمل ابلكيشنز عن على البايو انفورماتكس و ميديكال و في الايمج او في الداتا بيز نفسها. طيب احنا قلنا في المره اللي فاتت ان هناك ابلكيشن من ابلكيشنز اون نيتروسوفيك سيتس، في سواء في الديسيشن ميكنج، في الايمج بروسيسنج، في الداتا اناليسيس، في الوايرلس نتورك، هناك ابلكيشنز كتير قوي. وقلنا كل مربط الفرس عندكم هنا اللي هي التي والاي والاف، وكلكم وصلتوا ليها اعتقد كلكم عندكم فكره، اللي هي ديجري اوف ترو اللي هي التي، و الاي والاف اللي هي ذا ديجري اوف تي از ذا ريشيو اوف ذا نمبر اوف اليمنتس ذات بلونجز تو ذا سيت ويز سيرتينتي تو ذا توتال نمبر اوف اليمنتس ان ذا يونيفرسال سيت. يعني ايه؟ يعني هنا لما انتوا بجيب الدرجات اللي هي احنا قلنا في اليقين ولا يقين، التي والاي والاف، يبقى انا عندي الثلاث درجات اللي هي الممبر شيب والنون ممبر والاندترمنسي والنون ممبر شيب في الدرجات. دكتور فبيجيب لو سمحت، ايوه هو الجرافز دي كلها بتبقى انواع مختلفة بس الرسم واحد؟ يعني مثلا بتعمل جراف عن نتيجة معينة مثلا في الرياضة، ونتيجة تانية في العلوم، ونتيجة تالتة في مجال كذا، كلهم الرسمة واحدة لكن بتختلف في البيانات بتاعتها حسب المجال وكده؟ الداتا نفسها. ما انا هقول لك نظريه الجراف ثيري دي بتستخدم كمان في البيزنس، في المشاريع، اقامه المشاريع معايا، بتستخدم في كل حاجه. الجراف ثيري داخله في كل شيء. انا مش بتكلم عن نيتروسوفي، كان بتكلم عن نظريه الجراف ثيري نفسها. كل واحد له جراف، كل مشروع، مش انت عشان تعمل مشروع بتخططه على الورق، بتعمل له حاجه اسمها الجوريزم، بتعمل له حاجه اسمها فلوت شارت معايا، ايوه هو دي الخرائط. فالجراف ده نوع من معايا شباب تمام. معايا ايوه انا ايهاب. مع حضرتك يا دكتور. طيب انا موجود يا دكتور. طيب ماشي. طيب خليكم معايا بقى. احنا قلنا الديجريز كلها مربط الفرس في النيتروسوفيك ديجريز الثلاث حاجات بتوعنا معايا كده، اللي هو التي والاي والاف. احنا هنتكلم في الداتابيز او قواعد بيانات. هنا اعطيناك مثال فور اكزامبل على النيتروسوفيك سيت او كريسب سيت. عندك اليو دي داتا، دي داتا او بيانات، ما احنا بنتكلم عن داتابيز او داتا. اليو هنا انت شايفينها ولا كبرها؟ ها باينة يا دكتور، اللي هي الأرقام اللي هي تي اي وتي واف اي واي اي. اللي هي اليو اليونيفرسال سيت ديت عبارة عن A B C D E F، دي عبارة عن بيانات ماشي، رمز لها بالرموز دي. And the neutrophic set A، هنا neutrophic set A عندي اللي هي ال A وال class B وال C، where ال class اللي بين قوسين ديت ال B means that the B belongs to A with the some uncertainty. ال uncertainty اللي هي درجات اللي هي عدم اليقين، زي هنا التي اي، شوف كده الاي لها تي تلت مثلا معايا معايا شباب. طيب طلعها منين هنا؟ انا عايزكم المثال دي تاخدوا بالكم منه. الاي هنا كم عنصر فيها؟ ثلاثة، الاي والبي والسي. انا هشيل البي، وير بي مين ذات بي بلونجز تو اي. التي اي اللي هي درجة اليقين اللي هي الممبر شيب للاي، اسم 2 على 6، ايه الاثنين؟ خليكم معايا كده. درجة التأكد هنا الاي والسي بس، اللي بين قوسين ديت اللي هي الاندترمنت. يبقى هنا معايا قسم 2 على العدد بتاع اليو اللي هو كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6.
يعني تي اي ب 2 على 6. طيب عكس التي، عكس التي اللي هي الاف معايا يا جماعه، كام؟ هيبقوا 3 على 6. طب الاي اللي هي 1 على 6 اللي هي في النص دي، اللي هي بين القوسين، فهمتوها ولا لا؟ بحيث ان التي زائد الاي زائد الاف سوا. ها اللي مش فاهم يا شباب يسالني. اياد ايه يا دكتور؟ لو انت فهمتي يبقى كله فيه. يلا هو اصلا بس ما فهمتش الحتة الأخيرة الحته الاخيره اللي هي نهي اللي هي بتاعت تي الاي، اللي بتاعت 2. الاي فين يعني ليه 2؟ اصلا صوت؟ ليه ها صوت؟ ليه اصلا صوت؟ ليه اصلا 1 على 6؟ يعني مش مفروض تبقى اه 2 على 6؟ خليكم معايا، شوف الايه كده، بص للست ايه دي اللي فوق، مش في ايه وبي بين قوسين وسي؟ تمام. إيه اللي بين قوسين ديت؟ هي الانديترمنسي، هي تمام. اللي هي بين وبين، لكن تمام. الاي والسي معايا، مع حضرتك. الاي والسي هي درجة اليقين اللي هي الدي اللي هي عددهم، يعني اي وسي تمام. عددهم كام؟ 2 2 على التوتال كله في اليو، في الداتا كلها اللي هي كام؟ 6، يبقى 2 ستة. على 6. طب الاف بقى، الاف عكس التي، خليكي معايا، هما كلهم، خليكي معايا، ها دكتور هند بتقول مش عارفة اخش، بعتلي مسج دلوقتي. تاني. طب ما احنا مش مدخلينها من شويه يا ولاد، انا ما انا مش ورايش عارفة الا اعمل هند. ايه. يا هند انا ما ورايش الا انت يا هند، لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هند شكلها طلعنا من البتاع خالص. لا بس دي سيشن تانية يا دكتور، دي السيشن التانية. يا ابني خدنا على قد عقلي يا ايهاب، معلش معلش يا ابني. حاضر يا دكتور على دماغي. المنصورة، أنت من المنصورة وغلباوي يا إيهاب، ماشي خلاص. طب بالنسبة للإف بقى، هي ضيعتها هند، ضيعت الدنيا. يلا خليكم معايا. أه الإف، الإف عدد العناصر كلها بتاع الإيه كام؟ 3. أيوه بقى، هي التلاتة على التوتال كله اللي هو الست. تمام جميل. فهمتك. طب الأي بقى اللي هي بتكون اصلا ما بين قوسين كده، هو اللي هي مين بين قوسين دي، دي اللي هي الانديترمنسي اللي هي بين وبين، بحيث التي بلس الاي بلس الاف بتساوي كام؟ اجمعوهم كده لازم يساوي واحد في النهايه. تمام. دي اسمها these types of neutrophic sets which are called single valued neutrophic set. ده single value، عباره عن التي والاي والاف، يبقى دي single value. طيب What is the neutrophic؟ أنا اديت كل اديت لكم مثال بس على داتا، بس داتا عادية. What is the neutrophic؟ Bioinformatics. برضو اكتبوا لي نفسي ما كتبته في الجزء في المحاضرة، الجزء المحاضرة اللي فات بتاع معالجة الصور، هتكتبوا لي الأسئلة هنا. فمش محتاج أسألكم عن النيتروسوفيك لوحده، أنا محتاج أسألكم على النيتروسوفيك في البايوانفورماتكس، النيتروسوفيك في الداتابيز، النيتروسوفيك في الايمج بروسيسنج، النيتروسوفيك في الجراف ثيري. فهنا بقى نيتروسوفيك بايو انفورماتكس از ا نيو اند ايمرجين فيلد ذات ابلايز نيتروسوفيك ستاتستكس تو بايو انفورماتكس بروبلمز. يعني كل المسائل في البايو انفورماتكس هنستخدم النيتروسوفيك برضه، هيحل لي مشاكل كتير، وده اتجاه جديد للبايو انفورماتكس. نيتروسوفيك ستاتستكس statistic هي عبارة عن generalization of classical statistic that dealt with the data that and some degrees of indeterminacy such as مثلا contradiction, such as imprecision, such as incomplete, such as مثلا unknown. Neutrophic statistic برضو بتستخدم أقل حاجة اللي هم 3 components described database. database ايه بقى هنا هنوصفها بايه في النيتروسوفيك؟ برضو بالثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم يا شباب، فاهمين ولا لا؟
اللي هي ديجري اوف تي، ديجري اوف اف، اند ديجري اوف اه تمام يا اندترمنسي دكتور. اي. نفس الكلام بس هطبقه على مين؟ على الداتابيز. نيتروسوفيك بايو انفورماتكس تو يوز نيتروسوفيك ميثودز تو اناليز، بتعمل اناليسيس للبيولوجيكال انفورميشن ساتش زي الجين اكسبريشنز. معايا الجين في حاجات كتير جدا، في البولي جين تري او شجره الجينات، او معايا شباب او التري جينز، اه تمام. ده في النيتروسوفيك اللي هو البايو انفورماتيك. يبقى انا لو انا دخلت هنا في الداتا بيز وات از النيتروسوفيك بايو انفورماتكس اند سم ابلكيشنز فور نيتروسوفيك بايو انفورماتكس، سم ابلكيشنز اوف نيتروسوفيك بايو انفورماتكس ار comparing three or more population means using gene. أنا عايز أقارن بين الجينات في expression data having the sum neutrophil observation. يبقى أنا ممكن أعمل دي أول application، أعمل solving للproblems working to indeterminate data in bioinformatics in medical أو medicine cognitive of science and agriculture. تطبيقات كتير، developing nitrosophic linear models, nitrosophic cluster, nitrosophic algorithms, nitrosophic decision trees, nitrosophic neural network for bioinformatics problems. Nitrosophic bioinformatics and fuzzy bioinformatics are both fields that deal with uncertainty data in bioinformatics problems. يعني انا يا اولاد انت فاهمين انا بقول ايه؟ ان انا هستخدم النيتروسوفيك في البيوانفورماتكس والابلكيشن بتاعنا كلها بالثلاث حاجات اللي احنا قلناهم 3 ديجريز اقل حاجه، اللي هي الممبر شيب، نون ممبر شيب، اند انديترمنت. يبقى السؤال اللي انت هتساله هنا what is the nitrosophic bioinformatics and give some examples or some applications on nitrosophic bioinformatics. معايا يا شباب ولا لا؟ فهمت السؤال ده؟ ها؟ اه تمام. يبقى السؤال ده خلاص دي كلها على الابلكيشن دي دي النتيجة. What is the challenges of انا عندي هنا للبيوانفورماتكس طبعا ايه اللي انا عايزه او ايه مهم، ايه ليه النيتروسوفيك مهم هنا؟ لان النيتروسوفيك مهم هنا لانه بياخد سواء في اي مجال مش شرط في البايو انفورماتيك، بياخد في اي مجال اللي هي درجات اليقين ولا يقيني بيطلع لي دقه. لان النيتروسوفيك بايو انفورماتيكس مثلا فيس ذا بروبلم اوف بريمتر استيميشن انسرتينتي فور نيتروسوفيك موديلز اند ستاتستكس، نستخدم المودلز بتاع الاستاتستيك في البايو انفورماتكس. نيتروسوفيك بايو انفورماتكس نيدز مور، عايز حاجات كتير، عايز اكسبيرمنتال داتا اند بيولوجيكال نوليدج. يعني عشان اطبقه برضو نفس الكلام، انا عندي هنا one example of نيتروسوفيك بايو انفورماتكس. هنا بيديني جروبات، بيقسم جروبات في سواء في الدي ان ايه او سواء في مع البني ادمين. ده مثال مهم جدا. ده the use of neutrophic linear models to compare three or more population means using gene. هيقارن ما بين ثلاثة جينات لبني ادمين يعني. في expressions having some neutrophic observation، وعندي هنا الملاحظات neutrophic linear models or based on matrix approaches and can handle data that handle data has some degrees of true, false and indeterminacy. دي مثال بسيط. We have the following artificial neutrophic gene. هنا ده مثال، ده جين الفاليوز بتاعتي expression values to t. شوفوا شايفين الحتة دي؟ نفس السيت اللي فوق اللي احنا كنا من شويه فيها اللي فيها الاي والبي والسي. دي فاليوز هي 2 و3 و5 و1 و2. ده الجروب، كل جروب متقسمه جروبات، عندي جروب 1 وجروب 2 من البني ادمين وجروب 3.
الجروب واحد والجروب اتنين والجروب تلاتة بيعمل عليها نيتروزو فاليوز او بيعمل عليها اوبريشنز على النيتروزو. يبقى انت هتسأله هنا، تسأله هنا في ايه؟ هرجع تاني، هتسأله هنا وات ذا نيتروسكوبيك بايوانفورماتكس معايا؟ هتديني بعض الامثله للابلكيشنز على النيتروسكوبيك بايوانفورماتكس. بعد كده في مثال اهي على الجين على النيتروسكوبيك بايوانفورماتكس ان الجين معايا اهو، ده مثال اهو، ويعمل عليه الاوبريشن. ده الجروب والاوبزرفيشن والنيتروسكوبيك فاليو، ده مثال اهو على الارقام. انا هقول لكم بالتفصيل بقى دلوقتي او معايا يا شباب. طيب سام اكزامبلز اوف نيتروسكوبيك. تعالوا بقى، اللي فوق كله كنا بنتكلم عن البايو انفورماتكس نيتروسكوبيك بايو انفورماتكس، لكن الوقت هنتكلم عن سام اكزامبلز اوف نيتروسكوبيك بايو انفورماتكس داتابيز. الداتابيز هنا داتابيز الجين هنا، هنا اكسبريشن داتا هافينج سام نيتروسكوبيك اوبزرفيشن ذات كان بي كومبيرد يوزنج نيتروسكوبيك لينير مودلز اند نيتروسكوبيك اناليسيز اوف فاريانس، فبيسميه الانوبا او الابريفيشن. عملنا داتابيز قبل كده احنا على الكوفيد 19، كوفيد 19 داتابيز اوف كوفيد 19 داتا that can be analyzed using a new nitrosovic scientist for the two populations. هنا برضو استخدمنا النيتروسوفيك في تطبيق على الفيروس كورونا. A database of medical professional working to pattern that can be represented and inferred using nitrosovic data and nitrosovic statistics. يبقى احنا هنا ايه بعض الاكزامبلز، في يبقى في اكزامبلز على النيتروسوفيك بايو انفورماتكس، وفي اكزامبلز على النيتروسوفيك بايو انفورماتيك داتابيز صح، والابلكيشن على البايو انفورماتكس اهو قلناها الميجرنج وات ذا سم ابلكيشنز ميجرنج اوف ذا سيميلاريتي اوف انثولوجيز يوزنج فازي لوجيك. لو انا استخدمت الفازي نفس الكلام على النيتروسوفيك اهو، الابلكيشنز اوف النيتروسوفيك بايو انفورماتكس. الابلكيشن زي ايه؟ بيعمل كومبيرنج 3 اور مور بوبيوليشنز، انا قايلها لكم دلوقتي، مينز يوزنج جين اكسبريشن داتا هافينج سام نيتروسوفيك اوبزرفيشن يوزنج نيتروسوفيك لينير موديلز اند نيتروسوفيك اناليسيس اوف فاريانس. ده انا قايلها لكم من شويه. وبعد عملنا ديفلوبمنت ديفلوبينج اي نيو نيتروسوفيك ساينتست فور تو بوبيليشن يوزنج كوفيد 19 داتا، الداتا بتاعتي بيعمل ريبريزنتنج اند انفيرنج ميديكال بروفيشنال وركينج يوزنج نيتروسوفيك داتا اند نيتروسوفيك ستاتستيك. يبقى احنا هنا هنكتفي بس بالايه؟ بالاكزامبلز على النيتروسوفيك. هتلاقي مقررة عندك وانا بعتها لك، مقررة كلها بتستخدم التي والاي وال ودي سم اذر اكزامبلز. يبقى انا اديت مثال من كل حاجة. و تعالوا بقى الحتة التانية برضو خد بالك منها لان مش مقررة، اللي هي سم اكزامبلز اوف نيتروسوفيك بايو انفورماتكس داتا بيز مانجمنت، إدارة قواعد البيانات اللي هي النترس. يبقى حد بقى يقول لي كده يلخص لي إيه السؤال ممكن تسأله فيه. ها أنا ايه ما هو النيتروسوفيك بايوانفورماتكس وهي أيوه السمبل عليها؟ تمام. ها وبعدين؟ لا يبقى أنت ما فهمتني. ده نيتروسوفيك بايوانفورماتكس، وفي نيتروسوفيك بايوانفورماتيك داتابيز وإكزامبلز عليها. يعني في نيتروسوفيك بايوانفورماتكس هتقولي هي ايه؟ وهتقولي لي امثله عن نيتروسوفيك بايو انفورماتكس لوحده. بعد كده في نيتروسوفيك بايو انفورماتكس داتا بيز. دكتور في حد كمان مش عارف يدخل. يعني احنا كل ما نقول حاجه مش عارف والله. طب هما جايين امتى يعني؟ سيادتهم جايين امتى؟ ماشي يلا يلا عشان رمضان بقى، عشان نعيد رمضان.
يبقى خليكم معايا اولاد في الحته اللي جايه دي مهمه، لان انتوا مش هتاخدوا بالكم. انا عايز وات ذا نيتيف بايو انفورماتكس، نيتيف بايو انفورماتكس واكزامبلز اند ابلكيشنز اون نيتيف بايو انفورماتكس، ده قلناه. وبعد كده قلنا في نيتيف بايو انفورماتكس داتابيز، وبعد كده في اكزامبلز اوف نيتيف فور نيتيف بايو انفورماتكس داتابيز، وبعد كده اكزامبلز اوف نيتيف بايو انفورماتكس داتابيز مانجمنت اللي انا بتكلم فيها الوقت. خلاص يبقى دكتور الاكزامبلز في واحد اسمه ميناس ما دخلش برضه، مين؟ ميناس اكيد يعني هو ما ليه بياكل في سي تقص عليك يا مين؟ يعني انتوا يا اولاد والله حرام عليك. يعني انا يبقى هنا الوقت سام اكزامبلز اوف نيتروسوبيك بايو انفورماتيك داتا بيز مانجمنت اللي هي يوزنج نيتروسوبيك بايو انفورماتيك داتا بيز تو ستور اند اناليسيس جين اكسبريشن داتا هافينج سام، يبقى كله ده شغال على الجينات في الداتا بيز. معايا؟ معايا؟ ايها الناس. ايوه مع حضرتك كده. طيب يعني من ناس جاي متأخر وهيتابعنا. What is the Natrosophic Database؟ Natrosophic Database خلاص يبقى احنا هنا Natrosophic Database Information Database. انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ خلاص مع حضرتك يا دكتور. طيب يبقى احنا هنا في اخر حاجة احنا قلنا خلاص معايا كده. يبقى هنا some examples of nitrosophic bioinformatic database management are using in Nitrosophic، ده الكلام اللي احنا قلناه معايا. ان احنا هنستخدم في حالة الجينز في حالة الكوفيد 19. What is the Nitrosophic database for COVID-19 database and model the dynamics of the ده الكلام ده كله على Nitrosophic science test for two population. Using Nitrosophic Bioinformatics Database to store and represent medical professional working pattern using Nitrosophic Database and Nitrosophic Statistics. ده كله هتسألوا فيه for examples or some examples or of Nitrosophic Bioinformatics Database. Some examples of Nitrosophic Bioinformatics Database Management. Using the Nitrosophic Bioinformatics Database to store and analyze gene expression data having some Nitrosophic observation and using it بعيدة تاني اللي هي some. معايا يا شباب كويس فاهمين كده ولا ايه؟ يبقى انا اعطيت، يبقى انا قلت Nitrosophic تمام. Bioinformatics بعد كده Nitrosophic Bio examples of Nitrosophic Bioinformatics application، بعد كده Nitrosophic Bioinformatics database، بعد كده examples and application of Nitrosophic Bioinformatics database، بعد كده Nitrosophic Bioinformatics database management اللي هي بقى في تطبيقات في الجينات، تطبيقات في الفيروسات، تطبيقات في الطب، تطبيقات في كل حاجة عن طريق الاستاتستيك. معايا يا شباب ولا ايه؟ دي some examples of الأسئلة الاستفسارية بقى. أنا بسأل عن استفسار، هل ده مصاب بمرض؟ هل ده مش مصاب؟ هل ده مصاب بدرجة كذا في كوفيد 19؟ اللي هي some examples of Nitrosophic query processing are using for valued هنا الموديل تو أو ريتش موديل تو prepare Nitrosophic risk maps for يعني بيشوف الخطر، درجة الخطر في الإصابة في الكوفيد 19 أو في أي بلد. بعد كده او بيستخدم using Nitrosophic quality search to answer queries عشان يجاوب على
اسئله في ريليشنال او الريال داتا بيس بيلد اون رانكس يوزنج ان سبيسيفيك سيت بيست ابروش تو كويري بروسيسنج اوف اند كونسنت داتا. كل ده على الاسئله الاستفساريه في ده. يبقى ده جزء المحاضره النهارده اللي هو بتاع ميتروسوفيك بايو انفورماتكس داتابيز. اعتقد يا جماعه ما فيش في مشكله، هو ما نتقابل ان شاء الله في المحاضره الواقعيه في الكليه هندي امثله بس على السبوره لشرح بقيه الحاجه دي، سواء في الداتابيز او في معالجه الصور، هنعمل بس بعض الامثله. وشكرا جزيلا، واللي عايز سؤال اي سؤال اساله يا شباب. معايا يا شباب ولا ايه؟ اه تمام يا دكتور. نمشي بقى ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين. ومناس مناس مناس المتأخر هديك صفر. كل الناس المتأخرة انا مسجل اللي داخل واللي طالع، ينفع كده؟ انا عملتهم سكرين اصلا كلهم يا دكتور، يعني قبل ما ننهي المحاضره ها؟ عملتهم سكرين الناس اللي حضرت كلها. طيب تمام، أو جميل جميل، أو ربنا يوفقكم يا أولاد، وأتمنى إن أنتم تكونوا فهمتوا حاجة أو أنا قلت حاجة وأنتم فهمتوا حاجة، واعذرونا على التقصير معاكم. معايا؟ إيهاب مع حضرتك يا دكتور. كده خلاص، عايزين حاجة يا شباب؟ إيهاب لا تمام يا دكتور. يا زيزو، ما هوش هنا زيزو، لا انا عايزك معذور حضرتك يا دكتور، وايد سعيد عليك كده. طيب. انت بالصح، انا كنت هسالك سؤال بس انت سبقتني بقى. ماشي لحق نفسي. يلا، كل سنه وانتم طيبين يا شباب. ماشي وحضرتك يا دكتور. خلاص، الله اخرجوا بقى. يصحى والسلامة يا دكتور. ماشي ماشي، ربنا يوفقك. السكرين اتاخد خلاص؟ طب اوكي. ماشي، شكرا، الف سلامه يا شباب. مع السلامة. يا رب سترك يا رب.